السلام عليكم يا جماعه، اليوم بنلعب لعبه ماينكرافت. لعبه جديده خشيت خلف الكواليس كيف صار كبنتي كذا على شيء من جمعت اوكي سويت بكيف كنت اتكسر لقيت امرالد، شوف الايرون، شوف الجولد، شوف الدايموند. كان عندي 9 او 10 11 12 13 14، كان عندي 14 دايموند، صار 54 55 56 57 59 دايموند. يلا نطبخ ام الدايموند، نطبخ ام الدايموند. كيف نطبخ دايموند؟ شو الهبل ده؟ نحط هنا بلوكات فحم ونبدا نطبخ. البلوكات الفحم الواحد مرة تطول، حط احط ستاك كده فحم احتياطي ولا بس والريدستون جدا سهل، لان اللي درجة من الريدستون عليه بلوكات يعني. يوم شنو هدفنا؟ نذر. يب دمعت هنا فحم، يعني اصلا عندي مليون فحمة. في ايرون ما احتاجه، انا شاب طالب الايرون، ارمي ايرون في الشطة. هيمرج هذا كلها، هذا شو يقول إيشي؟ أحبق 10 ساعات في الكيف يعني، ولا أروح 10 ساعات بالتالية. أمزح. يب والله طابق. حط هنا ستك. يلا نخش النظر. شو نحتاج؟ نطور الدروع. الحلقة تاع نخش النظر. نطور الدروع. شو جدا صعب. فاي. هذا والله طابق ام الهارون. على ما ينطبخ الايرون عندي شوغر كين الارض، بس هذا الشوغر كين ما يكفي، حس انه ما يكفي ابدا، واحتاج جلد والجلد ما عندي، يعني رحلة طويلة جدا جدا، مو طويلة بس طويلة جدا. نحاول ده ورق كله الشجر كين ورق، يطلع لينا 36 ورق. نقدر نحط 12 كتاب. شو تنصح؟ ما نحتاج 12 جلد، ما امزح، 12 جلد. يب كم احنا مطولين؟ ساعة. لا فين الاقي الحين بقر؟ ام البقر فين الاقي؟ اها فين الاقي البقر؟ فين الاقي البقر؟ الحين انا القاه في الجزيرة، كيف الاقي بقر؟ ام الكلب. احول الله، تعال خل نزور تطلع في الكلب. هم ليلي كيف الاقي بقر؟ مش اسيلة، ممنوع اسيلة. يا جماعة فكرة الحلقة اليوم نسوي مزارع، ما راح اضربك، ما راح اقطعك. يا جماعة ماذا بحتوا؟ ماذا بحتوا؟ كيف اذبح؟ اوكي راح نبني مزرعة. نم نم نم. كيف نبني مزرعة؟
احنا قعد سنتين. نفس عميق، نفس عميق. ايش راح نسوي؟ للأسف راح نجمع. هنقعد سنتين كذا، 3 سنوات عشان نكمل. انا راح ابني مزرعة احترافية، مش مزرعة احترافية صح، بس مزرعة. فهذا الشجر كله راح الى هذا الشكل. يا جماعة كسرت من زمان، قاعد اتذكر يا يومين قاعد اتكسر. شوف اصلا شوف نما ولسه يعني شوف كمية الخشب، مو كثير يعني، مو كثير عن ساكن ونص، ساكن ونص تقريبا او اقل. وما تقصر، ما صار له شيء، ما راح الربع، الثلث ما راح، ثلث. شوف رايكم ساكنت تقريبا ثانية اثنين ومدريش. نعرقت ام التعريق، فين حار الدنيا حار. عرقت شو المعرقين يا كفار، وين تعرقون؟ نعرق المعرق، نعرق صح. كبرت قدامي 8، يلا 9 قدام 9، يلا 9 سهل 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 سهل. قاعد اعتمد على هذا المصنع، شيل هذي عشان نصنع. ايش راح نصنع؟ 3 ورق. ها عندي ورق هنا حلو كيلو 15. فين ام الورق بتاعي؟ ايوه هذا. صار عندي 51 ورقة، ما أدري كم تشكل لينا. أشياء جيدة. ناخذ السبروس. وود. حل الخشب. إذا ها ستاكات وربحت، نسوي ستاك كامل من الستكات نحبط على طول، نعبيهم أم ستك. كذا حلو، نسوي سلاب. هل بالسلاب؟ هذا حلو حلو بالسلاب. يب نصنع سلاب. حلو، نحط سلاب كذا، سلاب كذا، نحط كذا، نحط كذا. أمها ذا بس كذا كذا كفاية. إيش بعد؟ هون حلو ذا. مش كله أنا هسوي بيه سلابات سبامبل. راح تكون مزرعة احترافية جدا تقريبا. يب ان شاء الله راح تكون احترافية. اول شيء نسوي 4 دور. شو ستك؟ احتجت
اكثر من ستاك ستيكات. عندي خشب كثير مرة. يب عندي دبوب منديش. طيب ابو الاربع ابواب حلل ام الخشب. ام الخشب راح احتاج ايا يلا 90 هتكفين وبزيادة ناروتو دي تا ساساكي تا يلا الليل جاء. ما ادري هذا كان شفت مطر. لا مش مطر انتو كمل هذا كمل انه ستاك. يلا نحط هنا جولد قبل 14 جولد بلانت 29 وانت بلا 35 نحط هنا الموارد. احس ان الايرون عندي مرة زيادة. طيب الباقي راح نحوله يا عمي. مش كذا حطاش بلوكة جيدة مرة جيدة. يلا 47 تاني. ما ترميش الدايموند يا ابا. خير واحد يرمي دايموند. انا بس يرمي دايموند. للأسف انا الوحيد اللي يرمي دايموند بس يعني غني. يب too expensive. ذا الاير ما ادري ايش اسوي بامي. عندي فكرة بأمه. ما ادري ايش اسوي. ما ادري ايش بسوي له بس اوريدي سويته. صار عندي شمعة بس. انا من صباح الخير والخيرات والمغات وكل شيء نمام. في عشب راح يشيله. فعشب يعني راح يتشال. ف شلت ويب ايش فائدة ام ذا الحين بطرفون. هذه المزرعة كنت ابنيها من زمان في ماينكرافت تريل. بنات امها في ماينكرافت تريل. مالوبكم مزرعة بيست مزرعة في اللعبة. ديس بيست مزرعة. بيست مزرعة. بسم الله نبناها من هنا. راح تكون ام الثلاثة. راح نبناها من هنا. هتخط كده ديزاين اسطوري. تو كده ديزاين خرافي. بس الخشب ما راح يكفي ابدا. ناخذ الاكس ونبدا نكسر زي الحب زي العسل اللي راح يحط اللايك. يعني حسنا كفاية مرة كفاية 40 حب. بسم الله شو نسوي بعد؟ كابيتشو نوجيتسو 1 2 3. ونحط كده انت كده انت كده. ليش احط ذي الديزاين خرافي؟ عشان شكله اسطوري. ما شفتها في اليوتيوب كده بنات حرفين اهدر. يعني المزرعة ما كانت كده. انا بس شفت هذا الديزاين للمزارع وقلت ليش ما اسويه.
يعني ما شفت في اليوتيوب، ما يعتبر شيء. حط كذا ثلاثة يصير أربعة أعمدة، خليهم أربعة أعمدة. ديزاين خرافي مرة الديزاين. مش نسوي نمشي هيك 1 2 3 and بناء and 1 2 3 and بناء. مشكلة مشكلة مشكلة. تمام انت كده انت كده تمام تمام انت كده. الحين نرجع نسرع خلف البيت، هذا الشيء حلو. اوه ديزاين اسطوري، هذا احسن ديزاين عندي للمزارع، يعني يليق شوية بالبيت. البيت اوك وتبروز اسوي كذا يطلع احسن. لا ابدا ابدا ما ليش. الحين بقول لكم السبب، لأن طبعا البرل لونه غامق. طيب والله كبيرة وأسطورية نفس الوقت، كبيرة وأسطورية حبيبي. الحين وش نسوي؟ ولا خلنا نزيل عشان ما احتاجهم كثير وما اروح عليهم كثير، عشان كذا ما راح يكون باين كثير. افتح ثلاثة من هنا، واحد اثنين ثلاثة عمود 1 2 3. حلو حلو وان ايوه ايوه علقتي. نسيت الباب مفتوح، هذا راح يكون حق الدجاج عشان ثاني اقل واحد اروح عنده. اخ حبه بس شفت القهر، تخيل بس عندي كذا ستاك عمي ليش تقع؟ والله ما تجي هنا، والله ما تجي هنا، مكانك هنا، الورع، تظل تغير بوحدك، يلا اتحشر هناك، هذا المكتب ما شاء الله، في ديزاين فاقني، بس لما اطبقه راح يطلع خايس ونضيع خشب على الفاضي، راح اسويه، برل والخشب ما راح يكفي ابدا، مستحيل سيد المستحيل. ولا لا نو 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 لا البرر كفى. سبحان الله سبحان الله. شوف هذا تحشرنا. لا يا امي راح 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 خش خش. ايوه يبغى يخش، اصبر خش يا ابني. ايوه مزرعة الخرفان تم، والله مزرعة زي الفل. والله ما راح يكفي الخشب ولا يكفي بالضبط، كفى بالضبط كل شيء ما عدا البرل. البرل ليتني ما سويت 21. الخشب كفى
الملة المزرعة أسطورة الخراف ودجاج، هنا راح يكون البقر وهناك راح يكون خنزير. كيف والله شيش، بس الحين ما كملنا راح ننام. النوم خفيفة لطيفة، عشان الحلقة التالية راح نطور أغراضنا عن هذه الحلقة الرابعة تقريبا. يب الحلقة الخامسة راح ندور أغراضنا، راح نبني مكتبة التطوير، هنحتاج بقر. يب ما أدري فين بلاقي بقر، بس راح نعاني ترى راح نعاني. إني لازم تزون واني أول شيء إيش نسوي؟ بام بام بو بي با بام 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 ثم بايو. ثم بام 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 وين برابومبو. طبعا عاد عين ما كملنا ولا قطرة ولا قطرة. أنا بدي زوين والله من البداية، الشكل خرافي شراري براري. أصعب إيه اللي هنعمله؟ مش كده اوكي في خشب نمشي كده. بام 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 هنا هيكون خشب اسوح براتيل واسوح ارقص سابح اي اي اوه. ما شاء الله لازم كذا ما شاء الله. شيل والله مطولين. اوكي هذا نموذج جدا صغير ولكن طلع اسطوري، فننهي المشروع ونرجع ليكو نرجع ليكو. اوكي رجعنا لكم، سلام عليكم. اشتبي اشتري منك كذا شيء شوف ايش عندي مفيد. شيء زبالة اجيب امرود اشتري زهرة اللي قدام بيتي. أنا أمرود ما مو فايدة. شيب كذا. الله 17. لا 17 كثير. أنا قادر بس ما مو فايدة إلا في التقايض. أنا ما عنديش قرية. تعال بأمك. صدق حلو. تري صدفة. شوف ذا. شيء حلو ده جيد. تبقى كم الوقت
أقول بشرفي وتعبي وشقاقي إني تعبت هنا 5 ساعات في هاي الزبالة، نزرع الزبالة وناخذ 3 ساعات انتظار عشان يترسبن موب زي الخربة جرال، لأن هذه الجزيرة لفيت أمها 3 ساعات ما فيش أي بقر وما فيش أي حيوان، هذا الصفان والدجاج والخر الخروف ذا عارفين ذا الموجود، ما فيش أي شيء غير الحيوانات، الحيوان الوحيد اللي مو موجود في هذه الجزيرة الخر الزبالة اللي احتاجه حرفيا بقر اكثر شيء، عشان كل هذه الحلقة عشان ابني مزرعة، كل هذا عشان بقرة والخشب ما يكفي، الله يوفق الخشب. زيدك معاه 5 ساعات كل مرة أنزل أصنع ذا الزفت ذا سلاب، وفي الأخير بالغلط أصنع ستيرز ورمي أم ستيرز في البحر، صنعت فوق 3 ستاكات من الستيرز، جمعت أم الغابة كامل جمعتها، كل هذا عشان بقرتين، كل هذا عشان بقرتين زفتين. خلصت المسرقة والله ما يستاهل التعب، بس حلو والله يستاهل التعب 75%، هاي 25% لأن تضيع وقت حياتي كامل، الوقت اللي قاعد أصور تخيل، ترى في بداية المقطع كان 2، أقول لك كيف 5 ساعات؟ هذا اليوم التالي 12 من الصباح من الصباح تقريبا من 11 4 5 فوق 5 ساعات، يعني مش لا اتوقع بديت الساعة 10 صارت 4، كيف يعني 6 ساعات كل مرة ابني فيها 6 ساعات، هذه 6 ساعات هاي المزرعة 6 ساعات، فقدت 8 سمعت مواد الأرض، وفي 10 بديت مقطع هذا، كل هذا عشان بقر، فنروح نبحث عن البقر. أنا ويت كل هذا عشان حيوانات زفت خرا، عن أمهم فايدة منهم فايدة، بس نرجع لكل ما نلاقي بقر. أوكي لقيت هنا بقر، يا أيها البقر خليك خروف وارحم أمك قبل أقول من فين جت زي حش الحيوان زي لك لا الحين قاعد تصوف أمها، فين دخلوا هنا أم 3 ساعات، لا تصوف أمها، رايحين يجمعون في الكير فين أختك؟ تصوف أمها جمعوا دايموند، أجيب لكم دايموند يكافئكم، يعني جمعوا لي دايموند يكافئكم، إيش يعني ذا؟ شوف أنت النبي جبت كله زرع تقريبا، مو كله بس القليل اللي حصدهم قبل شوية، يعني ما خنزير لا كلب
يا خراب، لا تقول انه راح، لا تقول انه بس فيه كلب فيه خروف، لا تصوت الله يلعن ابو الكلب. يا عم نرجع ام الساعة، ام الساعة، ام الساعة، يلا هي نبحث عن خروف. ما شاء الله، الله يلعن ابو فين الدجاج؟ فين الدجاج؟ تربل خروف هرب. الله يشكر أبوك، الله يشكر أبوك. تعال تعالوا 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 أكلهم. أصلا كفل كفل زوري خنازير يا خنازور. من فين جو كل البطل؟ من فين؟ طعم الله يرأي وسط بلا عدو. تعالوا يا خنازير كل خراء، يا خنازير انا اخوذ. تعالوا مش اللاسع واحد واحد يا خنت وياه واحد واحد. حواكم ما راح اقلك كل خلاص تحلوا هاي حروفين. الحمد لله وصلت حروف حروف. تعال 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 من حروف. تعال بسرعة تعال. وش الغباء ذا؟ ما راح اكل، ما راح اكل. ما تشبعون يعني اكل. الخروف الاول، الخروف الثاني، الخروف الخامس. توهان ليه ما سوي لك توهان تعال أكل أبوك. تعال يلا كون الدجاجة محفوظة مسكين طلق. أنا يا ربي يدرس بنت بيت هاي المكان أفهم هي اللي قفل. يا ربي للأسف بيض الله يلعن شرك طيب وجهك. لو جاء كلب، والله لو جاء كلب، والله لو جاء كلب ونط عليهم. لا تعرف ما راح
خمسة حلاوة بس، خمسة حلاوة خمسة حلاوة خمسة حلاوة خمسة حلاوة خمسة درهم دفع حلاوة خير كذا حلاوة بخ الكلب مش لكن يعني الكلب في الحقيقة يأكل خرفة، إلا كان الخروف ميت رح يأكله، أو الخروف إذا كان لحمة مستحيل يأكل الكلب خروف عايش. إيش يعني كلب قاتل أو متسلسل ولا إيش؟ مستحواك. أو شجر كان يعني. هذا الشجر هذا اللي عندي الورق ونشوف كم اقدر اسوي. امي ما تستحى وياك استحى. ثلاثين ورق يعني عشرة كتب، كم يبقى؟ ست كتب يبقى كم كم جيد. صورة المقطع كل شيء طبخ هنا الكل طبخ، اطبخ الاكل يعني على الاقل اطبخ ام الاكل هنا. صندوقي اكل موارد هنا اكس مع اكس لما يحط هنا واشياء ثانية. الورق حطه هنا، اضع حطه هنا الديرت الله صندوق قرب يمتلي. شو هذا حاخد فيه المزروعات كل مرة صورة هذا اللي مرة تازم تطبخ أكل وانت أطبخ حتى ربك يفرجها. هذول الصندوقين حطون هنا حيكون في أكل يب حط هنا اللحم مع لحم فين لحم الخروف؟ لا 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 شوف أمه فينو؟ أيوة هذا هو تحطه هنا هنا راح نخلص الفحمة كاملة وما قاعد يسوي شيء. في شيء مزروع هنا، هذا أكل يعتبر أكل. حط صندوق المزروعات هنا السابن قاضي شو بالكين لا هنا لا هنا لا أكل كده أكل هنحطه هنا هنا اللحوم تمام. هنا الفواكه وما ادري ايش الخضر
طاقة وتمشي كده كيف ويجي يطور مرة مرة فوق الأربعين اوكي لا مش ام اللاج مش عادي كل ما يخاف يا خوي سوره فسلام عليكم.